دكتور ابو الغار، هسأل حضرتك سؤال العكسي، ليه ما روحتش النهارده مع ان الدعوه وجهت ليك؟ انا لما جات لي الدعوه فكرت ان انا اروح، لان انا قلت نفس الكلام اللي قاله الدكتور صفوت، ان ده مشروع قومي المفروض اختلافاتنا السياسيه ما تدخلش في هذا الموضوع. واستشرت ثلاث افراد من قيادات الحزب والثلاثه ايدوا. بعد كده بعد ساعتين من ان انا اعلنت ان انا رايح، فوجئت بسيل منهمر من الايميلز من اعضاء الحزب وفاكسات وناس جايين، مئات الناس بيحتاجوا احتجاج شديد جدا جدا، بالاضافه الى عدد كبير من الاصدقاء اللي مش من الحزب والمعارف من اساتذه الجامعه والفنانين و بيقولوا لي ان ده خطا فادح وان انت ما تروحش. فانا الحقيقه عملنا اجتماع صغير الساعه 12 بالليل وقلنا احنا ليه بيقولوا ما تروحش ليه يا دكتوره؟ بيقولوا ما تروحش لان المسؤولين في الحكومه الحاليه احنا لا نثق فيهم ولا نثق ان هم هيستمعونا، وفي اتجاهاتهم خلال الشهور اللي فاتت ان هم ماشيين ضد الشعب، بيعملوا القضاء وعاوزين يعملوا القانون بتاع حقوق الجمعيات الاهليه، وبعدين بيعينوا وزير الثقافه عشان يقفل الثقافه، حاجات متتاليه ورا بعض تخلي الناس اللي زينا لا يثقوا فيهم، لا يثقوا فيهم، وبالتالي الاجتماع معاهم هيبقى زي قلته. ده راي الجماهير بتاعتنا. فاحنا قلنا احنا حزب ديمقراطي وسمعنا كلام يعني الناس. يعني حضرتك التزاما براي الاغلبيه في الحزب ولا اقتناعا برايهم؟ بصي يعني التزاما ممكن حضرتك تقول انا كنت عايزه اروح بس التزاما بالموقف. اولا كانت التزاما، انما النهارده بقى باللي انا شفته بقت الحمد لله ان الاغلبيه دايما والديمقراطيه كويس. ومش بس شفته كده، انا رحت للقضاه وقفت 10 دقائق هناك، لقيت الناس كلهم هناك بيكلموني، بقيت مستغرب. ده انت لو كنت رحت كانت بقت مصيبه، بقيت مستغرب جدا الناس كلها اللي واقفه هناك. قلت مصيبه ليه يعني ان الواحد يروح؟ ما انا رحت قبل كده قابلت رئيس الجمهوريه مره، بس كانت الظروف مختلفه. يعني كل اللي فات ايه اللي خلاك ايه اللي شفته النهارده وحمدت ربنا انك ما روحتش؟ يعني حاجتين، اولا استقبال الناس والناس كتير اللي كلموني، وثانيا ما حدث في هذا الاجتماع. ايه اللي شفته في الاجتماع؟ اول حاجه موضوع الخيبه الامنيه دي من الجهاز الامني بتاع الرئاسه، بالك، وعدم التفكير في ان ده ممكن يعمل مشكلات لمصر، وبعدين ممكن قوي الكلام اللي انا كنت هقوله كان يعمل مشكلات اكتر لمصر. يعني انا ما هتكلم، انا بقول اراء وبقول حاجات محتمل انها تضر بمصر، وانا رايح اقول حاجه المفروض انها تفيد مصر. حمدت ربنا ان انا ما روحتش. في كلمه صغيره بس حضرتك قلتيها والدكتور صفوت قالها، احنا لما رحنا مع الوفد الشعبي بعد الثوره بحوالي 3 اشهر، كان في قابلنا كل الناس، رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه وكله، كان في لقاء على الغداء صغير في وزير الخارجيه وشويه رجال اعمال عاملين عزمنا على الغداء. فهم طول ما هم قاعدين يشتموا في حسني مبارك وعمر سليمان، ده كان بعد الثوره ب3 اشهر لما رحنا، يعني هنا كان بعد الثوره بطريقه فظيعه، واحنا طبعا بنشتم في حسني مبارك بنفس اكتر منهم من الاول، وبنتكلم ان ده ما ينفعش ومتضايقين جدا من حكمه من اللي اتعمل فينا. فسالناهم يعني انتوا، طب احنا لينا حق نتضايق من حسني مبارك، طب انتوا زعلانين منه كده ليه؟ قالوا ان حسني مبارك ده هو السبب اللي موقف لنا السد بقاله 5 سنين. قلت لهم موقف لكم السد ازاي؟ قالوا ان هو ليل نهار بيعمل اتصالات بجميع دول العالم يقول لهم بالصحوبيه وبالضغط اللي يحاول يبني السد يساعدهم يبنوا السد، احنا هنعمل وهنعمل ونسوي، وباتصال بجميع المؤسسات الماليه الدوليه الحكوميه اللي بتدي منح والبنوك والحاجات دي، والاتصال بالدول العربيه اللي لها علاقه بالبنوك دي يقول لهم لو البنك ده قرض لاثيوبيا مش هتاخدوه لان احنا هنرفع قضيه واحنا لنا حق في النيل وهنوقف السد وفلوسكم هتروح عليكم. فهو كان بالشغل ده موقف الموضوع. السنتين اللي فاتوا، السنه اللي كان فيها المجلس العسكري والسنه اللي كان فيها الاخوان، كان في مشاكل داخليه لهت نظام الحكم في مصر عن مشكله اثيوبيا، ما خدوش بالهم ان هم يكملوا في نفس السكه دي، وبقينا في موقف اسوا حاليا.